السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ أداة سحرية من جوجل في توليد او انشاء صور بالذكاء الاصطناعي زي ما حضراتكم شايفين بشكل احترافي وواقعي. يعني لما بتشوف الصورة ما تتخيلش ان هي معمولة بالذكاء الاصطناعي، وتقدر بقى حضرتك تستخدم الصور دي ايا كان شغلك على الانترنت، سواء منشئ محتوى او شخص عادي وحابب ان هو يعمل حاجة زي كده ويشاركها في منشوراته على السوشيال ميديا. فهنقول بسم الله ونبتدي مع بعض. الموضوع بسيط بس في ملاحظة مهمة حابب اقولك عليها في البداية، كمل معايا الفيديو للاخر عشان في ممكن مشكلة تصادفك لما تيجي تخش على الموقع وتستخدم الاداة، فهعرفك المشكلة وحلها ان شاء الله. فيلا سريعا نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. هنروح على المتصفح ومنه على الموقع او الاداة بتاعتنا، وطبعا الشغل من الموبايل زي الكمبيوتر مفيش اي اختلاف. بيفتح معانا الموقع بالشكل ده، والاداة هي ImageFX. بيطلب منك التسجيل بحساب جوجل، فبتضغط سواء هنا او هنا ما بتفرقش، Sign in with Google. بعدها بتظهر معاك النافذة ديت، بتضغط تاني على Sign in ويبقى انت بعدها خلاص سجلت دخول في الموقع بالشكل ده. وزي ما حضراتكم شايفين الواجهة بسيطة، يعني مثلا هنا في الخانة او المربع ده بتبتدي تكتب له الامر الخاص بالصورة اللي انت عايزها. وبالمناسبة يعني كان مثلا في صديقة كانت بتسألني في الفيديو السابق ازاي تعمل مثلا صورة مصغرة لفيديوهاتها من خلال الذكاء الاصطناعي، فالامر برضو ممكن يتم من خلال موقع او اداة زي دي في ان انا اصمم بيها صورة مصغرة للفيديو بتاعي. تعالوا كمثال نشوف ازاي دلوقتي. فهنا بتبتدي حضرتك تكتب الامر وبعدين تضغط على انشاء، وهيبتدي يديك اربع صور حابب تختار منهم، تحملهم كلهم عندك على الجهاز وتقارن منهم براحتك، وده اللي هنشوفه مع بعض. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة، الامر اكتبه ازاي؟ طبعا حضرتك عندك اكتر من موقع خاص بالذكاء الاصطناعي ممكن يولد لك اوامر لاي صور انت بتتخيلها، شات جي بي تي، جوجل بارد او جوجل جيميناي، كلاود اي اي وغيرهم. طب انا حد مبتدئ خالص ومش هعرف استخدم المواقع دي او ماليش حساب عليهم، برضو الامر بسيط، هنروح على جوجل ترجمة وبعدين هاجي اكتب بقى الامر او التخيل للصورة اللي انا عايزها، واحاول اكتب لغة عربية صح عشان لما تترجم للغة الانجليزية تكون الترجمة صح بصورة كبيرة. فانت بقى هتبتدي تتخيل، انا بديك خطوط عريضة كل واحد وخياله وابداعه. فاحنا مثلا قلنا كمثال انا عايز اعمل صورة تكون مصغرة لفيديو بتاع على اليوتيوب، وهنفترض ان انا المحتوى بتاعي محتوى طبخ، والوصفة او الاكل اللي انا كنت هعمله على سبيل المثال برضو نقول مثلا بيتزا، فانا عايز اتخيل بقى صورة مصغرة. فانا عشان بس سريعا ممكن اقول شيف يقف في مطبخ ويحمل في يده بيتزا كبيرة. طبعا ده انا بختصر، ممكن بقى حضرتك تكتب التفاصيل اللي انت عايزها، مطبخ معرفش شكله ايه، يكون في خلفيته تلاجة بوتاجاز، الشيف نفسه يكون لون بشرته لابس ايه، كل الحاجات دي بقى انت وخيالك. يعني مثلا الصور اللي حضرتك شفتها في المقدمة انا كنت كاتب تفاصيل مثلا راجل كبير في السن حزين يجلس على مقهى، والتفاصيل اللي انت شفتها في الصور دي، فانت برضو تقدر تضيف التفاصيل اللي انت عايزها. طيب بعد ما خلاص الترجمة ظهرت معايا هاخدها كده نسخ، وبعدين اقوم رايح تاني على الموقع بتاعنا واجي هنا احط الترجمة بالشكل ده. خلاص يبقى انا كده تقريبا خلصت الموضوع كله. طيب بعد كده هقوم رايح فين؟ على كلمة انشاء. طب الاختيارات اللي تحت دي ايه بقى؟ هنعرفها دلوقتي مع بعض. الاول هضغط على كلمة انشاء، وبعدها زي ما حضراتكم شايفين اداني ثلاث صور لشيف واقف في المطبخ وماسك في ايديه بيتزا. طيب انا مثلا الصورة دي عجبتني، هقوم ضاغط على السهم ده تنزيل وحملها عندي على الجهاز، وممكن اقوم محمل التلات او الاربع صور ايا كان العدد اللي هيدهولي بالطريقة دي. طب الجميل كمان في الموقع ده ايه؟ حضرتك شايف الامر اهو اللي مكتوب في بعض الكلمات مظللة باللون الاصفر وفي سهم كده، لو انا ضغطت عليه هلاقيه مديني اختيارات تانية لو انا حبيت اغير في شكل الشخص ده، شكل الشيف ده. يعني مثلا في اول اختيار ما بين خباز جزار مش عارف ايه، يعني مثلا تعالوا نضغط كده ونغير الشيف، وبعدين المطبخ برضو مظللة معايا وفيها سهم لو ضغطت عليها
ممكن يقول لي ريستوران مخبز مش عارف محل ايه، فخليها ريستوران مثلا البيتزا نفسها برضو او ساندويتش او ما اعرفش سلطة حاجات او برجر، فهو نغير كده في الامر وبعدين نضغط تاني على كلمة انشاء. اهو زي ما حضراتكم شايفين غير لي المنظر خالص. لو انا مثلا كانت الوصفة بتاع عن البرجر فهو اما غير لي بالطريقة ديت زي ما انتم شايفين. وممكن ان انا اغير في ان انا لو مثلا اخت هي اللي بتعمل الفيديو وعايزة صورة سيدة، فبدل ما اقول شيف اقول له مثلا شيف امرأة، هتلاقي المنظر اتغير معانا. وزي ما انتم شايفين صور محدش يتخيل ان هي معمولة بالذكاء الاصطناعي. طيب ايه بقى الاختيارات اللي موجودة تحت؟ الاختيارات دي كلها عبارة عن انماط للصور، يعني مثلا هنا سكتش كرسم كهاندي ميد كفيلم 35، يعني ظلال واضواء حاجات كده، كل ما تضغط عليها هتغير لك منظر الصور. طب تعالوا نضغط على سكتش مثلا وبعدين نقول له انشاء، هنلاقي طبعا الصور اتغيرت من الشكل دوت لشكل كرتوني مثلا. تعالوا هنشوف كده دلوقتي مع بعض. اهو زي ما حضراتكم شايفين، تعالوا نضغط على الايقونه دي عشان تكبر لنا الصوره، اهو حولها لنا من الشكل الواقعي للشكل الكرتوني بالشكل دوت. طيب لو انا حبيت بقى الغي الامر ده واكتب امر جديد، هضغط على السهم دوت اهو واقول له البدء من جديد، هيمسح لي الامر اللي كان مكتوب وابتدي ادخل اي امر جديد لاي صوره انا بتخيلها. وطبعا في حاجه هنا مكتوب ضربه حظ، بمعنى ايه؟ لما انا اضغط عليها هنا هو هيعمل لي امر بقى من دماغه، الله اعلم الصوره هتكون شكلها ايه. انا ضغطت عليها وانا بتكلم معاكم عشان برضو لو انت حبيت تضغط عليها وتشوف ايه الصور اللي ممكن هو يقترحها لك، ممكن في صورة تعجبك تحب تشاركها على منتدى على صفحتك ايا كان، فبرضو ده فايدة الاختيار بتاع ضربة حظ ان هو بيعمل لك امر ويبتدوا من خلاله يولد لك صور بالذكاء الاصطناعي. زي ما انتوا شايفين اهو ادي الاربع صور اللي هو عملهم من خلال الامر ده. طيب كده احنا عرفنا ازاي نستخدم الاداة بتاعتنا وشفنا ازاي هي بسيطة سواء في الاستخدام وكمان قد ايه هي احترافية وواقعية في الصور اللي بتولدها لنا. طيب ايه هي بقى النقطة اللي انا قلت لك عليها في بداية الفيديو، المشكلة اللي ممكن تصادفك دلوقتي حضرتك لما هتضغط على الرابط الخاص بالموقع او الاداة اللي انا هبقى سايبها لك في التعليق المثبت، هيقوم فاتح معاك الموقع بالشكل ده، فبعدها هتقوم رايح على ساين ان ويز جوجل عشان تبتدي تعمل نفس الخطوات اللي انت شفتها. بعدها هتتفاجئ بالنافذة دي ظهرت معاك والرسالة المكتوبة دي معناها ان الاداة غير متاحة في البلد بتاعتك، وبيقول لك دخل الميل بتاعك عشان لو في جديد او اي حاجة نرسلك ان الاداة اصبحت متاحة. طب امال ازاي انت قدرت تستخدمها؟ ولو في اصدقاء اتكلموا في الموضوع ده استخدموه، فانا عشان كده حبيت اوضح لك المشكله دي لو صادفتك وازاي ان انت تقدر تحلها، مش قصه ان انا اطلع اعرض لك الاداه وخلاص، لا انتوا طبعا عارفين ان انا بحب اشارك معاكم التجربه كامله وبكل صدق. طيب الموضوع برضو حله سهل خالص، سواء حضرتك بتستخدم الكمبيوتر او بتستخدم الهاتف بتاعك، كل الامر ان انت هتبتدي تستخدم اي في بي ان مجاني خالص سواء لو على الكمبيوتر او على الهاتف، وهتختار البلد الولايات المتحدة لان هو تقريبا شغال بس حاليا دلوقتي بصورة تجريبية او يعني في الولايات المتحدة، اي بلد تانية ممكن يصادف مشكلة ان هو غير متاح. فانا دلوقتي هعمل كنسل للرسالة ديت، وبعدين زي ما اتفقنا هفتح الموبايل بتاعي افتح التطبيق الخاص بالفي بي ان وغير اللوكيشن واختار الولايات المتحدة. انا شغال على الكمبيوتر، هاجي هنا برضو كده اضغط على الاداة الخاصة بالفي بي ان واخليها الولايات برضو المتحدة وبعدين اشغلها. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا ماشي معاك خطوة بخطوة، خلاص الاداة كده اشتغلت معايا. طيب هعمل ايه؟ او معامل ريفريش او تحديث للصفحة عشان بس اطمن ان الفي بي ان اشتغل معايا، وبعدين اقوم ضاغط على ساين ان. اهو ظهرت الرسالة اللي كان في بداية الفيديو ويلكم تو اي اي، هضغط على ساين ان هلاقي الموقع فتح والاداة اشتغلت معايا واقدر استخدمها بكل سهولة. يبقى هو كل الامر بس هيتطلب منك ان انت هتشغل الفي بي ان سواء على الهاتف او على الكمبيوتر قبل ما تبتدي تستخدم الموقع او الاداة. بعتذر لو انا طولت، بس يا رب اكون قدرت افيدكم، وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.